أصغر 5 سلالات قطط في العالم. قط ديفون ريكس، واحد من أصغر القطط في العالم، ولد أول فرد من السلالة في إنجلترا سنة 1960. يتصف هذا القط بفرائه المنوع التموجات بين قصيرة إلى واسعة، وكلها تتصف بالنعومات الفائقة وعينيه الواسعتين. ويتميز أيضا بأذنيه التي تشبه أذني الخفاش ووجهه الذي يجذب الانتباه، وهو قط يحب الاستحمام كثيرا على عكس أغلب القطط. قط سكوكوم، مع وزن يتراوح بين 1 إلى 4 كيلوغرام، القط سكوكوم يصنف على أنه أصغر قط في العالم. يتميز بسيقانه الصغيرة وفرائه المجعد، وهو قط صغير للغاية، حيث أنه رغم عندما يصل لسن البلوغ يبدو وكأنه لا يزال جروا. أصل هذه السلالة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنتج عن طريق تهجين بين قطط سلالة المونشكين وسلالة لابيرم. قطط المونشكين، تتميز هذه القطط بأرجلها القصيرة التي تشبه أرجل كلب داتشوند الألماني. يتراوح وزن الذكور منهم بين 3 إلى 4 كيلوغرام، والإناث بين 2 إلى 3 كيلوغرام. قصر قامته وأطرافه حدث نتيجة لطفرة ذاتية سائدة في أحد العوامل الوراثية الموجودة على أحد الصبغيات الجسمية، وهو من القطط اللعوبة والجذابة ومثالي للكبار والصغار. قط القراط، قط تايلاندي المنشأ صغير الحجم، ويتميز بفرائه ذي اللون الأزرق الفضي ووجهه الذي على هيئة القلب وعينيه البارزتين ذوات اللون الأخضر اللامع. وقط القراط له مقدرة فائقة على السمع والإبصار والشم، وهو أليف لطيف ذو طبيعة اجتماعية يحب الاختلاط بالقطط الأخرى. وعلى العموم فهو قط نشط ولكنه لطيف جدا مع الأطفال الصغار. قط سنغافورة، يعتبر أصغر سلالة قطط منزلية في العالم، ومن طباعه أنه قط أليف وهادئ جدا. يتميز بأن له لونا واحدا فقط، وهو البني الداكن، وذو عينين واسعتين لوزية الشكل ذات لون أخضر، وأذان كبيرة مقارنة بحجمه الذي لا يتعدى وزنه 3 كيلوغرام. موطن سلالة هذا القط أصلا في سنغافورة، وقد استورد مؤخرا إلى الولايات المتحدة وكندا وبعض البلدان في أوروبا وروسيا وجنوب إفريقيا وحتى أستراليا، وهي لا تزال نادرة جدا. أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابك، ولا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات للتوصل بكل جديدنا. ولمن يريد دعم القناة ماديا ستجد الرابط أسفل الفيديو. شكرا لكم جزيل الشكر.